فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الدليل على كفر من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله مع إقراره بتوحيد الربوبية؟ الدليل أنه عبد غير الله، والذي يعبد غير الله مشرك، فإذا صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله صار مشركا، الشرك الأكبر، وإن كان يؤمن بتوحيد الربوبية. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، اللي يؤمنون بتوحيد الربوبية ويشركون بتوحيد الألوهية. نعم.